إنما الجانب الآخر وهو سؤالك اللي هو المحتوى. المحتوى لن يصبح كاملاً إلا إذا استطعنا كاملاً من حيث الأهداف التي تسعى لها والتي هي مهمة جداً، إلا من خلال أن يصبح هذه الإنترنت عليها ويكيبيديا عربية. وهذا مشروع نحن أيضا نتبناه الآن. نحن وضعنا الأسس لمجموعة معرفة، موسوعة معرفة عربية على الإنترنت، وهذا المشروع سأتكلم عنه في احتفال دبي بعد غد. هذا فيما يخص التكييف. بالنسبة للأجهزة أيضا احنا عندنا مشكلة أجهزة استعمال الإنترنت، نعم، اللي هي الكمبيوتر واللابتوب غير معربة. نعم، احنا الآن ننتج لابتوب أساسي عربي جميل بسعر رخيص، ليس لأنه مستوى أقل، نفس الجهاز، لكن لتسهيل حصول العامة عليه. تسهيل العامة بأنه مشروع غير ربحي أولا. جميل. نحن نموله ونتبناه، اسمه تاجي بوك، هذا اللي هو على اسم مؤسستنا. ثانيا لأنه يعمل بالأوبن سورس بدون برامج مدفوع قيمتها. ثالثا لأنه أساسي، يعني اللابتوب اللي عندك هذا أمامك لا يستعمله إلا يمكن 5% بطاقته الكاملة، أما استعماله الأساسي ل90% من الناس على الأقل هو لإرسال رسالة، لاستلام رسالة، للبحث عن معلومة، للوصول إلى موقع إلكتروني، يعني المعلومات أو الاتصال مع أي دائرة حكومية أو غيرها. الاستخدام التقليدي، هذا الاستخدام التقليدي هذا لا يحتاج لهذه القوة وهذه الطاقة في هذا الجهاز. فنحن ننتج كمبيوتر أساسي ليس مستوى أقل، لكن ولا الاستخدام التقليدي والعامة، الاستعمال الأساسي المطلوب ل90% من الناس. جميل. اللي بيدفعوا ضعف قيمة الكمبيوتر ولا يستعملوه إلا لاستعمال أقل. طيب. فهذا المشروع طيب. إحنا إن شاء الله قريبا سينتهي. جميل. طيب برأيك ما هي أبرز المجالات أو العلوم التي يجب أن يركز عليها العالم العربي في العقد القادم أو خلال العقد الحالي في عملية التعريب؟ في عملية التعليم أيضا نرجع التعريب إلى وليس التعريب. موضوع التعريب، أنا في موضوع التعريب يجب أن يتم، وأرجع إلى موضوع عالم المعرفة، يجب أن يتم التعريب من خلال استعمالات الإنترنت. لأنك مثلا إحنا أكبر شركة ترجمة في العالم الآن، نحن طلال أبو غزالة أكبر شركة ترجمة من العربية وإلى العربية من كل اللغات. أقول أن هذه ليست مشكلة التعريب، المشكلة أن عندنا محتوى هائل عربي هائل، لكن لم يستخدم الاستخدام الأمثل، لم يستخدم لأن البيئة في الإنترنت لا تسمح بذلك. هذا ما يجب أن نعمل عليه، أن هو كيف نحول بيئة الإنترنت من خلال إدخال تعدد اللغات، من خلال الإنسايكلوبيديا العربية، من خلال المواقع العربية التي نحن نعمل على إقامتها، ليصبح محيط الإنترنت هو محيط اللغة العربية. لأنه حتى لو ألفت أو عربت، من سيقرأ هذا الكتاب في العالم؟ إنما إذا وضعته على سهلت الوصول إليه، يصل إليه كل البشر. جميل. وأنا جربت هذا الكلام، يعني نحن في مواقعنا يأتينا يوميا 100,000 زيارة على موقعنا. هذه 100,000 زيارة يومي. نعم. هذا 100,000 زيارة يومية تتيح توزيع معلومات لا حدود لها. جميل. إنما 100,000 يمكن ما أطبعش 100,000 نسخة من الكتاب، أنا يوميا عم بطبع 100,000 نسخة على الإنترنت. صح. فلذلك أرد السؤال وأقول وأريد أن يسمع صوتي لمن يصنع القرار كله، يعني أنا مواطن، أنا علي أن أبدي رأيي وأبدي المشورة لصانعي القرار. يجب أن نحول كل برامجنا في التعليم، في بناء القدرات، في إدارة الحكومة، إدارة المؤسسات التجارية، كلها إلى استعمال تقنية المعلومات. نعم. جميل.